بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في خدمة دروس، وأقدم لكم درسا جديدا للصف الثالث الثانوي النظام الفصلي من الفصل الدراسي الأول في مادة الكيمياء، وموضوع درسنا هو حساب التراكيز عند الاتزان. أعد الدرس ويقدمه محدثكم ناصر نيك. سنتعلم في هذا الدرس كيف نحسب تراكيز الاتزان للمتفاعلات والنواتج. تراكيز الاتزان لابد أن يكون عندنا لحظة اتزان. ما الذي نستنتجه من هذه الصورة؟ نعم، لا يوجد اتزان، لا يوجد اتزان. التدريب الأول: قيمة ثابت اتزان للتفاعل التالي CO زائد CL2 تنتج COCl2. ثابت اتزان له يساوي 8.2 في 10 أس سالب 2. أوجد تركيز COCl2 عند الاتزان، علما بأن تراكيز المواد عند الاتزان. إذا الشرط موجود، الشرط أن تراكيز المواد تكون عند الاتزان موجود، وقال أن تركيز Cl2 15% وتركيز CO 15% عند الاتزان. إذن نكتب قانون ثابت الاتزان KAQ ونشوف ماذا يساوي. طبعا يساوي تراكيز المواد الناتجة، كل منها مرفوع إلى S يساوي معامل، والمعامل هنا واحد، على تراكيز المواد المتفاعلة، كل منها مرفوع إلى أس يساوي معامل. إذا نقول K يساوي تركيز المادة الناتجة، ما في إلا واحدة، أس واحد لأن معاملها واحد، في تركيز على تركيز Cl2 أس واحد والCO أس واحد. طبعا المجهول هو تركيز CO Cl2 عند الاتزان، ولذلك نضرب الطرفين في الوسطين حتى نأتي بقيمة المادة المطلوبة اللي هو تركيز CO Cl2، فيصبح القانون بعد ضرب الطرفين في الوسطين تركيز CO Cl2 يساوي الثابت في تركيز CO في تركيز Cl2 كما يلي: CO ضرب Cl2 ضرب KAQ. نعوض عن كل مادة بما يساويها. طبعا CO عند الاتزان 15%، Cl2 عند الاتزان أيضا 15%، والثابت 8.2 في 10 سالب 2. عوضنا، نضرب الأرقام هذه في بعضها البعض، نحصل على قيمة تركيز CO Cl2 عند الاتزان وتساوي 18.45 في 10 سالب 4، ولأنه تركيز فوحدته، نعم وحدته مولار. هذا هو التدريب، لاحظوا التراكيز عند الاتزان. التدريب الثاني: ثابت اتزان للتفاعل التالي CO زائد 3H2O 3H2 يعطيني CH4 زائد H2O يساوي 3.933. أوجد تركيز CH4 علما بأن تراكيز المواد عند الاتزان هي CO 85%، H2 331 من 1000، وال H2O 286 من 1000. طيب لاحظ التراكيز عند الاتزان، إذن على طول أكتب قانون ثابت الاتزان و أوجد قيمة CH4 من القانون كما يلي: هذا ثابت اتزان يساوي تراكيز المواد الناتجة كل منها مرفوع إلى S يساوي معامله، على تراكيز المواد المتفاعلة كل منها مرفوع إلى S يساوي معامل. لاحظ معامل H2 ثلاثة، رفعناها القوة ثلاثة، وعدل في القانون بضرب الطرفين في الوسطين ليحصل على ماذا يساوي CH4. طبعا CH4 تركيزه يساوي الثابت في تركيز CO في تركيز H2 مرفوع القوة 3 على تركيز H2O، وعوض عن كل واحد بقيمته. هذه قيمة ثابت الاتزان 3.933 في 85 للCO في 1.333 من 1000 للH2 أرفع القوة 3 مقسومة على 286 من 1000 اللي هي تركيز H2، يطلع لي بعد العملية هذه كلها أن التركيز 27.7 مول لكل لتر للCH4 عند الاتزان. هذا هو تركيزه عند الاتزان. التدريبين
متقاربين السابقين، تراكيز عند الاتزان فقط، اكتب ثابت اتزان واذهب الى المادة المجهولة واضرب الطرفين في الوسطين واحصل على قيمتها بعد التعويض. التدريب الثالث، ثابت اتزان لهذا التفاعل اللي هو 2H2S يعطيني 2H2 زائد S2 يساوي 2.27 في 10 أس سالب 3. أوجد تركيز H2، يعني نبغى تركيز الـ H2، علما بأن التراكيز عند الاتزان للـ H2S 184 من 1000 ولل S2 54 من 1000. المطلوب من؟ تركيز الـ H2. هل يختلف عن السؤالين السابقين؟ هل تلاحظون في اختلاف؟ نعم هناك اختلاف. الاختلاف ان هنا الـ H2 لها معامل بينما في السؤالين السابقة ليس لها معامل. ماذا نعمل؟ نكتب قيمة ثابت اتزان ونعوض. طبعا ثابت اتزان يساوي تراكيز المواد الناتجة كل منها مرفوع الى S يساوي معاملة على تركيز المواد المتفاعلة كل منها مرفوع الى S يساوي معاملة، فيصبح ثابت اتزان بهذا الشكل. اضرب الطرفين في الوسطين تطلع قيمة تركيز الـ H2 مربعة تربيع تساوي ثابت اتزان في تركيز الـ H2 مرفوع القوة 2 على تركيز الـ S2، أعوض عن تركيز الـ S2 ب 54 من 1000 وعن تركيز الـ H2S ب 184 من 1000 وعن الثابت بقيمته اللي هي 2.27 من 100 في 10 أس سالب 3. عوضنا. نسوي عملية الضرب ثم عملية القسمة. أنت أخرجنا الناتج 142 من 100,000 مول لكل لتر، لكن لاحظ الناتج هنا ليس لتركيز الـ H2 وإنما لمربع تركيز الـ H2. طيب ما الحل؟ نعم نأخذ الجذر للطرفين، فلما نأخذ الجذر لهذا المقدار يذهب التربيع ويصبح H2، تركيز الـ H2 اللي أنا أبحث عنه الآن. ثم آخذ الجذر التربيعي للـ 142 من 1000 يطلع الجواب 377 من 10,000 مول لكل لتر. لاحظتوا الاختلاف بين هذا السؤال والسؤالين السابقين؟ هو أنه المادة اللي سألني عنها كانت موجودة في القانون مرفوعة القوة 2، فأخذنا في الأخير الجواب، أخذنا جذره حتى نصل إلى المعلومة الصحيحة. تدريب 1 و2 و3 متساوية، يعطي لي تراكيز عند الاتزان وثابت الاتزان، أكتب ثابت الاتزان وأعوض يطلع لي القيمة. لاحظوا الآن السؤال التالي، مزج 2 مول من الهيدروجين مع 3 مول من اليود في وعاء سعته 10 لتر، وعند الاتزان كانت قيمة يوديد الهيدروجين HI الناتجة 3.6 مول. احسب قيمة ثابت الاتزان حسب التفاعل التالي، H2 زائد I2 يعطي 2HI. لاحظتوا الفرق؟ السؤال هنا عن قيمة ثابت الاتزان، ولكن لا يوجد تراكيز عند الاتزان، لا يوجد تراكيز عند الاتزان. فهذا السؤال يختلف عن الأسئلة السابقة، كان هناك تعويض مباشر ثم وضع الأرقام في أماكنها ونحسب، هنا لا، لابد أن نعمل أو نستخدم الرياضيات لإيجاد الحل. لاحظوا مزج 2 مول من الهيدروجين مع 3 مول من اليود، إذا هذا بداية التفاعل. طيب في بداية التفاعل كم يوجد من HI؟ نعم يوجد صفر، يوجد صفر. لاحظ نكون جدول بهذا الشكل، نكون جدول بهذا الشكل كما يلي: عدد المولات قبل التفاعل، عدد المولات قبل التفاعل قلنا تم مزج من الهيدروجين 2 مول، 2 مول ومن اليود 3 مول، ولا يوجد شيء من يوديد الهيدروجين في بداية التفاعل، صفر. طيب بعد ذلك نقول ان عدد مولات المواد المتفاعل الناتجة هنا نفرضها فرضا، وتفرض على اساس انه كم معاملها في المادة، كم معاملها في التفاعل نفرضها، فنفرضها مجهولا عطى اكس، فمثلا ال H2 معاملها 1 فنفرضها المجهول اكس، نفرض عدد المولات اكس، وكذلك اليود عدد المولات 1 نفرضها اكس المجهول عدد المولات، اما ال HI فنفرضها حسب عدد مولاتها 2 اكس. عدد المولات عند الاتزان نطرح عدد المولات المتفاعلة من عدد المولات قبل التفاعل، فنقول 2، نعم
ناقص إكس. ثلاثة، نعم ثلاثة ناقص إكس، اثنين إكس. تمام؟ التركيز عند الاتزان، أقسم عدد المولات عند الاتزان، أقسم عدد المولات عند الاتزان على الحجم حتى أحوله من مول إلى لتر، فنقول 2 إكس تقسيم 10، 3 عفوا 2 ناقص إكس، 3 ناقص إكس مقسومة على 10، 2 إكس مقسومة على 10. لاحظ إذا استطعت إني أجيب قيمة إكس انحلت المشكلة عندي. نلاحظ الآن هذه الأرقام، الآن هذه الأرقام كما قلنا قبل قليل، لو استطعت إني أوجد قيمة إكس انحلت المشكلة عندي، راح أعوض بها عند التراكيز عند الاتزان. طيب كيف نحلها؟ يقول لي عند الاتزان أعطاني مولات الـ HI، عند الاتزان أعطاني مولات الـ HI، فراح أعوض عنها، فأقول HI عد مولاتها عند الاتزان معروف، نعوض عنها لحساب قيمة إكس، فتصير 2 إكس هذه اللي عند الاتزان تساوي 3.6، اقسم على 2 تحصل على قيمة إكس اللي عد مولات عند الاتزان. لاحظ، ثم إذا أوجدت قيمة إكس أعوض هنا وأعوض هنا وأعوض هنا، صار التركيز عند الاتزان، ثم أحسب قيمة الثابت. لاحظ، من معرفة عدد مولات HI عند الاتزان نحسب قيمة X، فنقول إنه 2X تساوي 3.6، إذا X تساوي 1.8. أذهب وأعوض في التراكيز، نعوض عن قيمة X لحساب التراكيز عند الاتزان، ثم نحسب ثابت الاتزان. لاحظ، الـ HI 2X على 10، فنقول 2 ضرب 1.8، لأن X قيمتها أصبحت 1.8، ونقسم الناتج على 10، ونقول 3 ناقص 1.8 ونقسمها على 10، نحصل على تركيز الـ I2، ثم 2 ناقص 1.8 ونقسمها على 10، نحصل على تركيز الـ H2 كما تلاحظ. فأصبح تركيز الـ HI 36%، وأصبح تركيز الـ I2 12,000، واصبح تركيز الـ H2 2%. عوض عنها في ثابت الاتزان، اكتب ثابت الاتزان KAQ يساوي تراكيز المواد الناتجه كل منها مرفوع الى سي يساوي معامله على تركيز المواد المتفاعله كل منها مرفوع الى سي يساوي معامله. عوض عن هذه القيم بما تساوي الـ HI 36% تربيع، والـ H2 2%، والـ I2 12%. فاسوي الان قسمة، أحصل على أن قيمة ثابت الاتزان تساوي 54، تساوي 54 ثابت حاصل الذوبانية KSP، هو ناتج حاصل ضرب تراكيز الأيونات الذائبة كل منها مرفوع لأس يساوي معاملها في المعادلة الكيميائية. وكأنه KAQ بس في اختلاف بسيط سنشاهد الآن، وكأنه KAQ بس في اختلاف بسيط، هو ناتج حاصل ضرب تراكيز الأيونات الذائبة كل منها مرفوع لأس يساوي معامله في المعادلة الكيميائية. ملاحظات، المركبات الأيونية تذوب في الماء، هناك مركبات ذائبية عالية جدا مثل الأملاح الموجودة في البحيرات، هناك مركبات ذائبية منخفضة مثل يوديد الفضة وكبريتات الباريوم. ماذا نعني بالعبارة التالية؟ انه ثابت حاصل الذائبية للمادة BASO4 يساوي 1.1 × 10^10. تعني انه اذا اخذنا هذا الرقم كمولات واذبناه في لتر من الماء نحصل على ثابت حاصل الذائبية، اي ان كل 1.1 × 10^10 مول من هذا المركب اللي هو كبريتات الباريوم يذوب في 1 لتر من الماء النقي. يعني إذا أخذنا عدد المولات هذا وأدبناه في لتر حصلنا على ثابت حاصل الذائبية. ثابت حاصل الذوبانية والذائبية، لاحظ هذا المركب كبريتات الباريوم اللي قلنا قبل قليل ذائبيته ضعيفة جدا في الماء يعطيني أيونات الباريوم وأيونات الكبريتات. لو قلت لكم اكتبوا ثابت الاتزان لهذا التفاعل، بتقولون تراكيز المواد الناتجة كل منها مرفوع إلى سي يساوي معامله
على تركيز المواد المتفاعلة كل منها مرفوع الاس يساوي معامل. طيب ما هي ملاحظتكم على المادة المتفاعلة؟ أيوة حالتها صلبة فلا تدخل، ولذلك يصير الكي اس بي يساوي تركيز هذا في تركيز هذا. لاحظ هذه مادة صلبة فلا تدخل في الثابت، فيصير الكي اس بي يساوي تركيز هذا مضروب في تركيز هذا، كبريتات ايونات الباريوم، تركيز ايونات الباريوم مضروب في تركيز ايونات الكبريتات. في ملاحظة اخرى، عدد مولات الباريوم واحد وعدد مولات الكبريتات واحد، وبالتالي كأنهم متساوين، فلو عوضت عن اي واحد منهم بقيمته اصل في الاخير قيمة هذا تساوي قيمة هذا. تابع الان، تركيز ايونات الباريوم، دائبية ايونات الباريوم في الماء ارمز لها بالرمز اس ايا كان، ووحدتها مول لكل لتر. ثم ايونات الكبريتات، دائبية ايونات الكبريتات في الماء يرمز لها بالرمز اس ووحدته مول لكل لتر. لاحظ صار عدد مولات هذه يساوي عدد مولات هذه في المعادلة، وبالتالي تراكيزهم الناتجة متساوية اس واس. اذا كي اس بي يساوي اس ضرب اس، اس الاولى لايونات الباريوم واس الثانية لأيونات الكبريتات، إذا كأنه كي اس بي يساوي اس تربيع. فلو عرفت الذائبية عرفت الكي اس بي وحاصل الذائبية، ولو عرفت حاصل ثابت حاصل الذائبية سأعرف الذوبانية مجرد أخذ الجذر. لكن هل كل ثابت بنفس الطريقة؟ لا، يختلف على حسب النواتج، كم عدد مولات النواتج. نلاحظ الآن، اكتب تعبير حاصل الذائبية وما العلاقة بين حاصل الذائبية والذائبية اس في كل من المركبات التالية. لاحظ هذا كبريتيد الرصاص يتفكك إلى أيونات الرصاص وأيونات الكبريتيد، مثل السابق بالضبط، صح؟ راح يتكون لي الكي اس بي من التركيز الرصاص، أيونات الرصاص وأيونات الكبريتيد. ممتاز، يعني زي بيطلع الكي اس بي يساوي اس تربيع. طيب هنا كرومات الفضة لاحظنا تتفكك إلى 2 اي جي موجب واحد وأيونات الكرومات. الاختلاف هنا، نعم الاختلاف هنا، وهذا هو السبب. ولذلك لما نجي نقول كي اس بي بنرفع الأس، صح ولا لا؟ إذا نشوف الآن فرق بينهما. الكي اس بي الأول يساوي أيونات الرصاص في أيونات الكبريتيد، يعني اس في اس يعني اس تربيع. فالعلاقة بين كي اس بي والذائبية، العلاقة إنه كي اس بي يساوي اس تربيع. اما الثاني فالكي اس بي يساوي تركيز الاي جي مرفوع القوه 2 في تركيز ايونات الكرومات، فيصبح الكي اس بي يساوي 2 هذه تطلع بالقوه تربيع تطلع 4، وهذه نعوض عنها باس اس تربيع، وهذه نعوض عن اس تربيع لانه مربعه موجود 2 هنا في المعادله فنرفع القوه 2، والكرومات اس واحده، فتصبح العلاقه بين كي اس بي والذائبية انه كي اس بي يساوي 4 اس تكعيب، 4 اس تكعيب. الاختلاف هذا من وين نتج؟ نتج بانه معامل اي جي في نتج في انه معامل اي جي في المعادلة 2 وليس 1 كما سبق في المعادلات الماضية. احسب ذائبية CO3 بوحدة المول لكل لتر، علما بان ثابت حاصل الذائبية يساوي 2.5 في 10 أس سالب 10. طبعا المعادلة أمامك، نكتب الكي اس بي ماذا يساوي؟ نعم أيونات الباريوم في تركيز أيونات الباريوم في تركيز أيونات الكبريتات. تمام الحل، هذا هو كي اس بي. طيب نعوض عن طبعا هذه لن تدخل لأنها اس، طبعا نعوض عن كبريتات الباريوم اس، عن أيونات الباريوم اس وعن كبريتات باس، فيصير كي اس بي يساوي اس تربيع. إذن 2.5 اللي هي كي اس بي اللي اعطانيها في المسألة، كي اس بي 2.5 في 10 أس سالب 10 تساوي تركيز أيونات الباريوم في تركيز أيونات الكبريتيد، إذن تساوي اس تربيع. إذن 2.5 في 10 أس سالب 10 تساوي اس في اس اللي هي اس تربيع، خذ الجذر التربيعي للطرفين فتطلع الاس، لما ناخذ جذرها التربيعي تطلع اس، خذ الجذر التربيعي لهذا المقدار، خذ الجذر التربيعي لهذا المقدار يطلع قيمة اس 1.6 في 10 أس سالب 5، 1.6 في 10 أس سالب 5.
تعلمنا اليوم استعمال ثابت الاتزان، وقلنا إذا عرفنا التراكيز عند الاتزان التعويض مباشر، وأخذنا ثابت حاصل الذهبية عرفناه، قلنا هو حاصل ضرب تراكيز الأيونات الناتجة عن الذوبان، وأخذنا طريقة استعمال ثابت حاصل الذهبية وعلاقته بالذهبية نفسها. أتمنى أنكم تستفيدوا من الدرس، تصبحون على خير.